الكبيرة ناهد فريد شوقي اللي رحلت عن عالمنا النهاردة الصبح عن عمر يناهز 73 عاما، ومن المقرر تشييع جثمانها بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة في الشيخ زايد. وبنقول لها، بنقول ألف رحمة ونور تنزل عليها، وبنعزي بنتها طبعا الفنانة الممثلة ناهد السباعي. وناهد فريد شوقي هي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، وأختها من والدها الفنانة رانيا فريد شوقي، وهي كمان والدة الفنانة ناهد السباعي والمخرج محمد سباعي. والحقيقة إنها قدمت أعمال متنوعة من خلال شركة الإنتاج الخاصة بيها، منها فيلم هستيريا لأحمد زكي اللي أخرجه عادل أديب، وفيلم من نظرة عين للفنانة منى زكي. وبنقول ألف رحمة ونور تنزل عليها، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة. عايزه اقول لك كمان يا سالي ان الاستاذه ناهد اشتغلت كمشرفه على الانتاج ومنتجه منفذه في مجال الدراما التلفزيونيه، وقدمت عدد كبير قوي من الافلام غير اللي انت قلتيهم الحقيقه طبعا، اللي قدمت اعمال دراميه ناجحه جدا، كمان منها مسلسل انا اعيش في جلباب ابي اللي لغايه النهارده اول ما بيتذاع الناس كلها بتتلم حواليه، تبقى مستنياه كل يوم، مستنيه الحلقه كانهم لاول مره بيشوفوها. ده غير كمان فيلم فرسان اخر زمن وفيلم امراه قايله للسقوط. هي الحقيقه افلام كتير جدا واعمال دراميه الحقيقه كلها عظيمه جدا جدا، بنتقدم بخالص التعازي لاسرتها، بنتمنى لهم الصبر والسلوان. رحم الله المنتجه ناهد فريد شوقي، ربنا يصبر اسرتها، الله يرحمها. الله يرحم. لو عايز حاجه، في واحد مصورات فنان الاوبرا اسمه رزق، اسالي عليا. اسمع، انا ما احبش امشيك مكسور الخاطر، انا هجبرك وهاخد شويه دول كلهم على بعض كده ب 40 جنيه.